وزارة الصحة تتخوف من موجة جديدة لفيروس كورونا بعد ارتفاع نسبة انتشاره من جديد. الوزارة سجلت تضاعفاً لعدد الحالات خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري. المحامون يواصلون الاحتجاج من أجل سحب إجراء الدفع الضريبي المسبق والتفاوض بشأن المقتضيات التي جاء بها قانون المالية. واحتج محامون اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط لتأكيد رفضهم المقترحات التي عرضتها الحكومة مؤخراً. دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي ستنطلق عملية التسجيل من أجل الحصول عليه يوم الجمعة المقبل وفق ما أفادت وزارة النقل. العملية تأتي تبعاً للقرار الذي اتخذته الحكومة لاستمرارية حركية التنقل. دعوات إلى وضع الصحة في صلب مفاوضات تغير المناخ أطلقتها منظمة الصحة العالمية في مؤتمر الأطراف 27، مشيرة إلى أن سياسات المناخ المتمحورة حول الصحة تساعد على تهيئة كوكب أفضل. نهاية المختصر. للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.